كم أنتم رائعون، كم أنتم متألقون في سماء الشبح. أحسنتم، أحسنتم صنعا. أحببتكم وزاد إعجابي بكم كثيرا في هذه الليلة. لقد أثرتم إعجابي حقا. نعم هكذا كونوا، ولا تترددوا ولا تخافوا، وثقوا ثقة تامة بأني معكم ولن أخذلكم. لن يقف أمامكم أحد بعد الآن. ما دمت هنا أعيش معكم وبينكم ليلا ونهار، ليلا ونهار أنا معكم ولن أخذلكم. أحسنت يا محسن. هلا. لقد أثرت إعجابي يا محسن، لقد كنت رائعا، لقد كنت شريكا للنجاح، كنت متميزا. واصل ولا تخاف. ايش رايك باللي صار اليوم؟ لا يخاف من ابو كاتم الا رجل ضعيف. وانت هذا الكلام اثبتت يا محسن انك شجاع. والله تبي الصراحه احنا محتاجين واحد مثلك. نعم للامانه انا رهن اشارتكم جميعا. انت اصبحت صديقي المقرب يا اخي. البرنامج خلاص، يعني الإدارة ضدنا والمقدمين ضدنا، وأبو كاتب يجي ويخصم علينا، يعني نبي واحد ينتقم يا أخي، نبي واحد ينتقم. أضحكتني كثيرا، ساتب الرعب في قلوبهم. أت الحين سأحطمهم. لا يهمك فيما يسمونه بروفايلك. أنت الحين ويانا معكم قلبا وقالبا وإلى الأمام. أجل اسمع، تكفى يا الشبح، تكفى. أنت شفت اللي صار اليوم؟ نعم. أنا دخلت البراين الأول براين. نعم. عقب عدلت من نفسي وقمت أحافظ على نقاطي وقدمت دشت شيلتين وقدمت ليلة كويتية وخذيت فانس الوقت. آخر شيء جاء أبو كاتم وظلمني وخصم علي. يا محسن عن أي نقاط يا أخي؟ وينك من زمان أنت؟ وينك من زمان؟ أنا لأجلك ظهرت لهم. ولا تخف من أي نقطة كانت. إيه هذا الكلام. ولكي تطمئن كثيرا، كل ما يحدث من خصومات ودرجات بين يدي علي. الله متحكم. يعني الحين المطلوب منا شنو؟ نخرب البرنامج دمره تدميرا. الله الله. وكما تقولون فيما بينكم اقدح من راسك. الله. اجل اسمع، دامك معانا حنا راح نخرب البرنامج فوق تحت خلاص. بس أهم شيء تفزع لنا. من يكون صديقي مثلك يا محسن؟ صديق المقرب سيكون مرشحا للمركز الأول. الله. أما أنت يا سعيد. ها؟ أين أنت يا سعير وخاطبني؟ أنا صديقك الثاني يا بعد حي. للأسف الشديد. ليه؟ ما هذا الخوف الذي يظهر؟ ما هو خوف، هذا ظالم، أبو كاتم ظالم، حط عليه هيك سنة. لابد أن تكون أكثر شجاعة ولا تخف. عليك سعير. أسلم. اسمعني جيدا. يلا. لا أريدك أن تظهر بمظهر الخائف من جبال. أوريك فيه وينه، وينه بس.
وين ابو كاتم وين؟ طلع روح طلع اهلي انا اريد حينما ياتيك هو هاني بعد لاحقا واسمعني جيدا يا معك سيدي. معك يلا ان قال لك امر فقل له لا نعم لا 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 وسندي هو الشبح ونعم ولن يخذلني مهما كان ودمر كل من يقف امامك من ابو كاتم وهاني وعلي ووليد وما يسمونه بالاديب الدب هاتم دع يا عداله دع يا عداله دع يا شبح يا شبح يا شبح يا شبح واليوافق يا ساير ردة فعلك حجمك الكبير أسأل عليك أريك فيه أنا وأين هو أحسنت أحسنت قدمنا طيب عشان يقدمنا الرجال ها ولكي أثبت لكم بأني أسيطر على كل الأمور هل تريدون إثباتا أسمعوني أتريدون إثباتا لذلك؟ إيه لازم نضمن يا شبح كفو كفو انظروا إلى الباب الباب؟ انظروا إلى الباب الجهة الأخرى أتنظرون؟ ما الذي ترونه؟ ما الذي ترونه؟ ما في شيء وين الباب جالس ينفتح ما الذي ترونه؟ ناصر ارجع 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 ناصر سأفتح لكم الباب وأنا أضمن لكم النجاح حينما تكونون معي وفي صفي نعم أنا الشبح نطلع من هالباب خذوا راحتكم لم تتركوا أهاليكم وأشغالكم لكي يأتي بلان وعلان ويصرخ عليكم إيه هذا الكلام عاش عاش إيه؟ عاش البرنامج هو ملككم أنتم نعم 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 عاش الشبح عاش 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 الشبح عودوا لأماكن عودوا الكلام عندنا حنا يا الشبح الكلام عندنا حنا حنا اللي هني حنا عودوا لأماكنكم كلمتنا تمشي تعالوا يا شباب ارجعوا ارجع تدخلوا موقف الكباب ارجعوا ولم انهي حديثي بعد ارجعوا لأماكن هكذا اريدكم سمعا وطاعه في كل وقت وفي كل حين واعيدها لن اخذلكم ولن يتم الخصم عليكم يا سلام بين أظهركم يحيى الشبح يحيى الشبح يحيى الشبح يحيى الشبح يحيى الشبح يحيى الشبح حيد العين حبيبي والله أضحك وإن أردتم أن تعلموا أمرا يخفى عليكم أحضره لكم أيوة. كما تريدون وأنتم نائمون ترون ما يصنع خلف الكواليس في أحلامكم وعلى سنتكم وأثناء أكلكم أنا معكم اطمئنوا أهمسوا في أذن كل واحد منكم ما يتوجب أن يفعله الكلام اتفقنا اتفقنا جميعا بصمت واحد اتفقنا اتفقنا إلى العين وينك وينك شبح شبح يا حي الشبح 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 عاش الشبح من اليوم رايح دام الشبح معانا سووا وكسروا لا تردون على ابو كاتم ولا على ابو مايلك عاش عاش
نريح كذا. لا 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 هذه هذه غرض الحنة هو قصده على الاعداد. اسمع هو قصده على البث نامو صح. اي خذ راحتكم هذه اغراض الحنة هذا والله اغراض الحنة ايوه كسرها اغراض الحنة يعني عادي ارسل ارسل بالجوال الكتروني بالفيسبوك محمد طلع جو الفضائي خلاص انت تسال طلع جو الفضائي خربوا كراسيهم يا حبي له الشبح تعرف انت ايه لقد حل الظلام عش عش حيا اذهب الشبح الشبح قال لي ما عليك من ابو كاتم ولا عليك من علي ولا عليك من جابر قصدي حال ايه انا انا لا تزرع انت انت وصل احسن بيض الله وجيكم يا الدعم وكل من دعمني وتعب وراي بيض الله وجيكم شبح قال اخوي قال راحتكم